مرحبا ملايين مشاهدينا بكل من يتابع برنامج فوالة من داخل الدولة وخارج الدولة، برنامجكم المميز التراثي اللي يهتم بجميع التفاصيل الجميلة في دولة الإمارات مع ضيوفنا المتميزين وكذلك بركن التراث المتميز. خلوني أمسي ربيعتي وزميلتي. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا تابعونا عبر قناة الفجيرة في برنامج فوالة. أكيد اليوم إن شاء الله فوالتنا بتكون غير، وضيوفنا إن شاء الله بنتعرف عليهم عقب شوي، ولكن قبل ما ننتقل ونرحب بضيوفنا بننتقل لركن التراث عن زميلتنا وربيعتنا عواطف محمد. إيش حالك؟ يسعد مساك. خلاص يسعدني مساكم. وبعد نتمسي على خالتي مهند وخالتي محمد ومسعيد بعد اليوم. تعرفون اليوم راح شوي نروح لجو المدارس والامتحانات. اليوم بتكلم عن المطوع، الكتاتيب، الدراسة. قبل يمكن هذه الكلمات وايد ما نسمعها، صح. لكن في يوم من الأيام كانت يعني الشيء اللي معتمد عليه في الدولة، أسس التعليم في دولة الإمارات كانت عند الكتاتيب، كانت مع المطوع، وكانت يمكن الوسيلة الأهم وممكن بعد تكون الوحيدة للتعليم في دول الخليج العربي قديما. فاليوم راح نتكلم عن الكتاتيب شوي، نروح للدراسة والمدارس. الله يعطيك العافية. وإحنا بعد نشكر خالتي مريم ما شاء الله، دوم مرحبانية بدخونها. إيه ما شاء الله. دوم الدخون أول ما قبلين دخون في وجهك مرة. تبخرنا. إيه. لازم. تبين نبدأ بشيء خاص. لا الدخون ما في شيء للدخون للعطور نبي نبدأ. بلا في في وايد. كل شيء شيء نستانس نبدأ فيه. ما محطرة شيء. ما إحنا ما نبي تحضير. يعني الدخون وجوده في البيت العربي أو المنزل الخليجي شو معناته؟ كل مكان يعني الدخون موجود كل بيت. ما يخلى بيت انه الا في عن العطر وعن الدخون، بس ما حافظت نسيتها. ولا يوم تتذكر يوم تتذكرها بنرجع لك اكيد. لازم نسمع الشعر مال اول. انا هي نحب اشد كريم واسعط الليلاسك اليوم يصرف لا غرشتين عط غرشة كريم وعطى الليلة، بس نسيتها يعني. أنا قلت ترى لازم خالتي مريم لازم يطلع عندها شيء مميز. فيها غير يكبر هي يعني عودة بس القصيدة، بس أنا شوي الحين ياتنا ما عاد تتذكرين. إحنا بنرحب بضيوفنا وأنت تتذكرين إن بنرجع لك أكيد وبنسمع منك بعض والقصايد. ما عليه بالنهار صايم وفطار عادي وقت الفطار عادي. اليوم لحظة قبل أن نرحب للضيوف نجهزون اليوم شو تجهزون؟ رقاق جبن صح؟ أنا سمن. سهام سمن وأنا جبن دهون زياد دهون. حضري تسلمين طيب وصلت. ومن العطور والكتاتيب إلى الفن، مشاهدينا قد نختلف إذا كان الفن هو إعادة تشكيل الواقع المحيط أم خلق واقع جديد، ولكننا نتفق أن الإخراج هو كيفية تغذية المشاهد بالمعلومات بطريقة تجعله لا يطيق الانتظار. في كثير من الأفلام يصور المخرجين من أكثر من زاوية ومن ثم يقررون في المونتاج الأفضل، ولكن ضيوف فوالة اليوم يبدو أن الإخراج شيء فطري ولد معهم ولم يكتسبوه. ضيفنا اليوم مخرج ومنتج ومدير مهرجان العين السينمائي وكاتب إماراتي له باع كبير في الإعلام، حيث أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية وفاز بالعديد من الجوائز. خلونا نرحب معاكم بالمخرج عامر سالمين المري. صحيح سهام، وأيضا بنرحب بضيفنا الثاني وهو مخرج ومنتج إماراتي يحمل شهادة ماجستير في الفنون الإعلامية المرئية تخصص سينما وتلفزيون من جامعة في أستراليا، أخرج وأنتج عدد كبير من الأعمال ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير. نرحب بالمخرج هاني الشيباني. هلا ومرحب فيكم، تفضلوا. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير. مبارك فيكم. بخير. فوالتنا ان شاء الله اليوم بتكون غير وياكم. يا مرحبا. وهلا مرحبا. وريحة الدخول ما شاء الله ها شميتوها. استاذ عامر استاذ هاني تفضلوا. يا مرحبا. الله يحفظكم يا رب. ان شاء الله ما تعبناكم. لا بالعكس. نورتوا. نقوم بالواجب. الله يسلمك. الله يحفظكم. سؤالنا الاعتيادي، رمضان، اجواء رمضان وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحب نشكر قناة الفجيرة والبرنامج المتميز فوالة، ونحن في هذا الشهر الفضيل يعني نحب أيضا نهني شعب الإمارات ونهني الأمة الإسلامية والعربية، وأتمنى يعني دائما هذا الشهر أن يعود علينا بالخير وبصحة وبعافية إن شاء الله. طبعا ذكريات رمضان ذكريات لا تنسى سوى في الطفولة أو حتى في العمر، ذكريات جميلة دائما. رمضان عزيز على قلوبنا وعزيز على
الكل يعني بصراحة، وهذا الشهر يعني شهر مميز صحيح من كل ما تعني الكلمة مثل ما يقولون، وذكرياتها كبيرة يعني. طبعا ما نبغى نرجع إلى وراء كثير، ولكن نحن جيل السبعينات الثمانينات يعني لحقنا على طقوس مختلفة يعني. طبعا الجيل الحالي شوية في نوع اختلاف صحيح، ولكن هو الطابع الوحيد اللي يجمعنا أن هذا الشهر دائما يربط فينا علاقات طيبة مع الأهل مع الأصدقاء، وهذا أحلى ما في رمضان يعني بصراحة. نعم. وأنا شخصيا دائما لما أي الفجيرة أتذكر أيام السبعينات والثمانينات بطيبة شعبها صحيح. بأسلوبها بطبيعتها. نعم. وهذا هو رمضان يعني بالنسبة لي صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنيكم شهر رمضان لأن انقضى نصفه تقريبا يعني، بس شهر رمضان دائما خفيف وسريع وما نحس به دائما يعني، لهالسبب دائما نشتاق له ودائما يعني ننتظر ايام وليالي الجميله. وشهر رمضان مثل ما قلت انا شهر من أخف شهور السنة وأكثرها جمال ورحابة وهدوء نفسي جميل، الإنسان يشعر فعلا في شهر رمضان لسبب يعني ما أعرفه، ولكن يكون دائما فرصة جميلة يعني للإنسان أن يعني يلتقي بنفسه مرة ثانية، يلتقي بأهله، يلتقي بروحانياته، بإنسانيته بعيد عن ضغوط العمل، مع أن العمل موجود ولكن تحسين كل شيء خفيف في رمضان. فيعني اجمل شهور السنه فعلا، واتمنى دائما السنه رمضان تكون كلها رمضان. اي نعم. والله فيها التسامح. استاذ هاني، كيف كنت درست في استراليا الاعلام فنون الاعلام المرئي؟ اكيد قضيت كم من رمضان خارج الدوله، خبرنا كيف كان رمضان وياك في استراليا؟ هل الاجواء مثل الامارات؟ والله اكيد لا. طبعا لا، اجواء تختلف تماما. اهم شيء اعتمادك على نفسك. هي طبعا أكيد. انا كان حظي سعيد اني كان يعني كنت مقيم مع أخوي الصغير، فكنا يعني ومعظم الفترات اللي كان فيها شهر رمضان كنت يعني أجيب عائلتي تكون معي، أسرتي زوجتي وأولادي، على أساس يعني أجواء رمضان ما تحلى إلا بالأسرة يعني خاصة في الغربة. وكنا محظوظين أن الفترة اللي كنا فيها كان رمضان قصير، يعني النهار رمضان كان قصير في هالفترة، فما كان في يعني جهد كبير بالنسبه للصيام ومع الدراسه، فبس كانت يعني تجمعات الطلاب هناك الليالي اللي نقضيها مع بعض، السمرات. الاشخاص اللي كانوا وياك في الجامعه، هل عرفتهم على الاجواء الرمضانيه في دوله الامارات؟ نقلتها هناك؟ لا والله، في الجامعة نفسها ما كان في يعني أي محاولة من قبلنا يعني هالشيء، وما كان في اهتمام من الأطراف الآخرين. بس بالسفارة مع بعض. إيه، لكن كمحيط مجتمع طلابي من طلاب الإمارات والخليج وأيضا العرب المقيمين هناك، كان في لقاءات المجتمع الإسلامي بشكل عام هناك، يكون في نوع من الترابط بشكل أكبر في شهر رمضان تحديدا. نعم. لقاءات وسهرات وسمرات رمضانية. نعم. ومسابقات وكذا، يعني تعيش في أجواء الأجواء الرمضانية اللي نعيشها في البلاد هني. نعم. حسيناها بشكل جميل فترة رمضان، يعني في نوع من التقارب يصير ما بين الجاليات العربية والإسلامية. نعم. هناك الحمد لله شهر الرحمة أكيد. أستاذ عامر، ما شاء الله فزت بجائزة أفضل مخرج في مهرجان دلهي السينمائي الدولي، خلينا نتكلم عن هاي المحطة وشو اللي أضافت لك. طبعاً كل جائزة أكيد هو حافز قوي يكون لأي مخرج أو لأي كاتب عمل. فيلم عاشق عموري يعني أنا شخصياً الحقيقة ما توقعت إنه ياخذ هذا الزخم في ناحية المشاركة وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الخارجية. يعني أنا عملت الفيلم بطابع يعني خلنا نقول فني وحركي. نعم. يعني هذه الصورة منها؟ نعم. هذا جانب. هذه الصورة قديمة، هاي من وين جبتوا الصورة؟ مسوي لك سهم بعدين. هذه أخذتوها من الانستغرام من عندي، هذه الله سلمت في الثمانينات منتخب الإمارات لكرة الطائرة. أوكي. كنا في رومانيا. نعم. وعشان بس تشوفين اني انا كم متعلق
بأدوات السينما والكاميرا. أنا من الثمانينات هذه الكاميرا الكاميرا والمايك لا الكاميرا عندي أوكي. موجودة. أنا من عشاق ودائما أحب الإلكترونيات وأحب التصوير منذ الصغر. يعني من الأمور اللي دائما أعشقها بصراحة. هذا اللي خلاك تبدع في الإنتاج. هذا اللي خلاني أدخل أيضا في مجال السينما وفي مجال الإخراج. لأن الإخراج طبعا مثل ما يعرف بوغازي هو صورة بصرية. خاصة في مجال السينما. صورة بصرية تلعب دور كبير جدا. ولله الحمد من ناحية مهرجان نيو دلهي يعني مثل ما قلت لك أنا ما توقعت أن فيلمي راح يشارك في العديد من المهرجانات سواء العربية أو العالمية. لله الحمد وصل الآن تقريبا إلى 20 مهرجان دولي مشاركة وحقق الفيلم 6 جوائز حتى الآن ما شاء الله. ومهرجان نيو دلهي كان تحدي بالنسبة لي أمام الأفلام العربية الأخرى والأسوية أني أحقق هذه الجائزة أني أخذ كأفضل مخرج وهذا يعتبر إنجاز مب إلي إنجاز لدولة الإمارات يعني بصراحة. ذكرت في إحدى مقابلاتك أن الفن ليس ورديًا والمسرح خارج السرب، شو كنت تقصد في هذه الكلمة؟ هذا الهيدلاين العنوان اللي اختارته الصحفية أن الفن ليس ورديًا، أن حال الفن في الإمارات مو بالصورة المثالية اللي إحنا نتمناها كلنا كفنانين وكناس نشتغل في هذه الصناعة. إذا تكلمنا عن الدراما التلفزيونية فلحد الآن يعني تتراوح مكانها نفس طبيعة الأعمال اللي هي مرتبطة بموسم رمضان. شكل الأعمال وإن كانت بعض الأعمال تسد مثل السنة مثلا لقى عمل مختلف شوي اللي هو صدباء 1003 وهذا عمل أنا سعيد أنه موجود، لكن معظم الأعمال الأخرى تدور في الفلك الشعبي الفلك الكوميدي تقليدي. ما في محاولة لتغيير المواضيع، ما في محاولة للعمل على أعمال قوية. المؤسسات والمحطات التلفزيونية مو قاعدة تحاول تدعم الفنان الإماراتي، تحاول تبرزه تخليه حقيقة نجومية، فبالتالي يعني ما قاعدة تستثمر في الفنان الإماراتي بشكل جيد. هذا ناحية الدراما التلفزيونية. ناحية الدراما ناحية السينما كذلك لحد الآن الموضوع مرتبط بالجهود الفردية ورغبة أشخاص لا مؤسسات، رغبات أشخاص ومحاولاتهم الحثيثة لوضع قدم للسينما الإماراتية في المحيط اللي احنا عايشين فيه. في حين أن المسرح، ليش أنا قلت المسرح خارج السرب؟ لأن المسرح يلقى دعم من صاحب اسمه الشيخ سلطان الله يطول في عمره، ولذلك له أرضية وله وجود وله احترام والتقدير على المستوى الشعبي ومستوى الحكومي لكن باقي الأمور مو بالصورة اللي احنا نتمناها. ولهذا كان تعليقي يعني في اللقاء نتمنى اهتمام أكثر. يعني شو الأسباب توقع انسك؟ ما أدري الجهات أو العناصر الأخرى اللي هي مفروض أن يعني تشارك في هذا العمل مو بلاقي الاهتمام الكافي. إذا تكلمنا عن الدراما التلفزيونية، الدراما التلفزيونية تحتاج بعض الآليات اللي ما تقدر توفرها غير المحطات التلفزيونية، وهي اللي تعتمد عليها معظم الشركات الإنتاج في إنتاجاتها هي المحطات التلفزيونية وقدرتها على بث هذه الأعمال والتسويق لها وضخ رؤوس الأموال لعمل هذه الأعمال وعملها بشكل محترم. فلما تكون الأعمال المحلية الإماراتية تأخذ نسبة قليلة جدا من الميزانيات الإنتاج الدرامي للمحطات والمؤسسات الإعلامية الإماراتية، يخصص للدراما الإماراتية هامش قليل جدا لا يتعدى 10% سنويا لعمل أعمال درامية، في حين تذهب باقي الميزانيات لإنتاج أعمال من دول أوريدي يعني ما محتاجة لهذا الدعم، ولكن تروح هذه الميزانيات في إنتاج أعمال أخرى وتلقى اهتمام أكثر وتلقى تركيز أكثر حتى في مواعيد العرض، حتى في أمور التسويق، حتى في كان هي الميزانية هي المدللة هي الطفل المدلل. في حين الأعمال الإماراتية الدرامية تجدينها على الهامش فقط لسد الخانة أو عشان ما حد يقول إنه ما في أعمال درامية إماراتية. وحتى على مستوى الأعمال الدرامية الموجودة ما في محاولة لخلق نجوم إماراتيين في مستوى على مستوى التمثيل، على مستوى التأليف، على مستوى الإخراج. لحد الآن الإمارات بعد 45 سنة ما تقدرين
تعدين 2 أو 3 أسامي لمخرجين إماراتيين يقومون بهذه الأعمال الدرامية أو مؤلفين أو ينعدون حتى أو حتى على مستوى النجوم على مستوى يعني النجوم. ما بقدر الإمارات تصنع نجوم؟ هل معقول الإمارات ما بقدر تصنع نجوم على مستوى التمثيل أن تحمل راية الأعمال الإماراتية وتنقلها إلى خارج نطاق دولة الإمارات؟ إلى شو الفرق في طبيعة الوسط الفني الإماراتي عن الوسط الفني في دول أخرى مثل البحرين أو الخليج أو الكويت أو السعودية؟ ليش الأعمال هناك متقدمة بشكل أفضل عن هنا في الإمارات؟ حتى الفنانين عندنا يروحون يشاركون هناك في الدراما معاهم، يشاركون هناك لأن قلة الأعمال والفنان عنده طاقة يبغي يبرزها، وهم فنانين متمكنين وعلى مستوى عالي من الموهبة والدراسة والتمكن وينجحون في الأعمال الخارجية، ولكن ما في احتضان لهم هني، ولحد الآن ما قدرت الإمارات أن تصنع نجوم حقيقيين على مستوى الوطن العربي. بعض الأسماء اعتزلت ظهرت يعني طلعت من الفن بسبب الأسباب. صحيح. إن زمر الحي لا يطرب عنا يعني مثل ما يقولون. يعني أضيف على كلام أبو غازي، يعني بصراحة يعني بالفعل نحن الدراما الإماراتية تحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى ثقة من القنوات اللي عندنا، تحتاج إلى ثقة من المسؤولين حتى. اليوم في ظل وجود العديد من البرامج والمسلسلات هناك تحدي أصبح، وفي قنوات كثيرة هناك تحدي أصبح. اليوم نحن نحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي للبرامج أو للدراما المحلية، وفي نفس اللحظة أيضا نحتاج إلى التنوع. نحن مشكلتنا للأسف ما عندنا التنوع، يعني في بعض الأحيان أنا ما ألوم أصحاب الدراما، نحن لمنا أصحاب القرار أنهم هم مو قاعدين يعطونا فرصة أو يعطون الجهات الدراما فرصة، ولكن نحن نلوم أيضا جزء من أصحاب اللي هم في الدراما، لأن نحن نحتاج مع مرور الوقت إلى التغيير الجلد، نحتاج إلى التنوع، يعني نحتاج إلى أنا يعني يمكن في هالنقطة بسلطان، الجهات المنتجة المؤسسات والمحطات التلفزيونية هي اللي تفرض عليهم طابع معين، هي اللي تطلب منهم نبغي شكل معين من أشكال الدراما المحلية، يعني. ما نبغي يعني مثلا أشكال أخرى، ما تطلب منهم أعمال تاريخية، ما تطلب منهم أعمال تبحث عن الأعمال وهاي تجربة يعني عشناها احنا شخصيا، يعني اليوم نحن نطالع دراما أو خلنا نقول الفريمات الدراما هي نفسها قبل 20 سنة 30 سنة، وحتى يعني للأسف حتى الوجوه قريبة جدا نفسهم اللي هم قاعدين. اليوم انت ضخ من الجيل الجديد، تبقى الفكر يتغير نوعا ما مع التطور اللي قاعد يحصل في دولة الإمارات. احنا في الإمارات عندنا 14 فرقة مسرحية موزعة على 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 إمارات الدولة، وكل فرقة فيها عدد كبير من الممثلين يحصلون على فرص ورش وتدريب، وفي طاقات كبيرة جدا احنا نعرفها مش موجودة، مو محصلة فرصتها، مو محصلة. ان في ترى اوصل الى النقطة اللي ابغى اقولها انا، ان في جزء من الاحتكار، انا ما اعمم، ولكن في جزء من الاحتكار لناس معينين، ولذلك نحن قاعدين نشوف نفس الويوه من 30 سنة. لأن أحيانا مثل ما أنا كنت أقول، الكاتب يوم يكتب القصة أو يكتب الرواية مثلا يكتبها لشخص معين، فنان معين، أنا بها الشخص اللي يكون بناء على تكليف معين، أن أنا مطلوب أنك تكتب عمل للفنان الفلاني أو تكتب تفصل أدوار معينة لمجموعة من الفنانين، فيكتب على أساسها. ما في كاتب بروح يبادر بكتابة مسلسل بشكل مختلف، لا يعرف ان الحين راح يطلب مني هالشيء. فانا بس ابو غازي ايضا يعني نحن ملوم ايضا قنوات، او خلنا نقول ان ما يتدخلون بهذا القوه، القنوات ما صحيح. تتدخل بهذا القوه مع الكاتب او مع المخرج او جهه منتجه ان توجهها 90%، ولكن ممكن القنوات تتدخل على من اللي راح يكون نجم المسلسل. نعم. والله بسلطان عن تجربة عدد المشاهدين والأمور، ولكن في التفاصيل كلها ما لا بسلطان يعني. والله أنا على حسب تجربتي يتدخلون في كل التفاصيل ويفرضون عليك كل الأمور أستاذ هاني أنا يتكلم عن تجربة أنا أتكلم عن تجربة وما عندي مشكلة مع حد، وبقول طبعاً مروة تتريد ضيفكم أكيد، لكن بسأل سؤال عقبها بضيفهم.
داعبت أحلام الأطفال والصغار في عاشق عموري. خاصة أنت كنت بعد الكاتب والمخرج لهذا العمل. والمنتج. خبرنا أكثر. والمنتج. والمنتج بعد ما شاء الله عليك. خبرنا أكثر عن هذا العمل. فيلم. يلا. قهوة ولا شاي؟ قهوة ولا شاي؟ والله قهوة زين بعد ضيف. بس بنشوف الفيديو قبل. خلونا نشوف الفيديو. بنشوف الفيديو قبل. يلا. عشان اذا وقفت بتخربي مو نشوف بخرب مسكر على الشاشه. احس اني ما اقدر اقوم. كره القدم هي حياتي وانا اركض وراها الشيء من زمان. واذا بعدك تحلم تصير لاعب شرات عموري ترى مو كل لاعب عنده موهبه. شفتك مره ثانيه تلعب كره ريلك كذا بحش حش بخليك حتى الكره ما ترم تشوتها. اللعب بالحواري والسكيك ما يودي لمكان هذول لازم يدخلون الاكاديميه. منو قص عليكم قالكم ان ولدي عموري موهوب؟ ابا يتغيرك افتح الباب. اذا انت في يوم من الايام ما قدرت تحقق احلامك لا توقف ضد احلام ولدك. ما ادري ليش احس ان الناس قاعده تسرق حلمي. ليش يا ولدي ليش؟ هذا هو حلم اخوي عموري. حلمي الأكبر أن ألبس فالينة المنتخب. إذا كابتن عطني فرصة واحدة. كابتن صدق بنروح أبو ظبي ومشارك في البطولة؟ بنسير أبو ظبي ونشارك في البطولة ونحقق طموحنا. مباراتنا اليوم مباراة مصيرية، لازم نفوز عشان نتصدر المجموعة الأولى. يوم شفت الحلم في عيون العيال، طموح والتحدي، حبيت أنهي الحلم معاهم. هذه الفرصة الوحيدة أن أحقق حلمي وأصير لاعب محترف وأمثل دولتي. أبغيكم في الملعب تقولوا لهم It's game over. روحوا اخذوه. أنا شفت أشياء كذي حسيت في قشعريرة. فعلاً أنا اللي لمسته أن حسيت الفيديو شوي تحفيزي أيضاً للأطفال، صحيح؟ خبرنا أكثر عنه عاشق عموري. ومو بتحفيزي أكثر ما هو إنه you have to dream، يعني لازم تحلم مسك عشان حلمك. توصل إلى تمسك بحلمك. يعني عم تتمسك بحلمك حتى لو صارعوك يعني معظم الناس. هي قصة فيلم عن طفل عمره 13 سنة. نعم. يبي يستوي لاعب كرة قدم محترف. نعم. وقدوته في الرياضة أو في كرة القدم هو اللاعب الشهير عموري. نعم. طبعًا عموري لاعب من أشهر اللاعبين على مستوى الخليج. صحيح. والوطن العربي طبعا هذا قدوته، واليوم على اساس ان الطفل دائما يحلم شيء لازم يكون واحد موجود في قدوته انه بيوصل له. صحيح. والولد عنده طموح وعنده اصدقاء ايضا يساعدونه عشان يوصلونه الى حلمه، ولكن يواجه مطبات ومشاكل الأسرة. كثيره من الاسره. ايضا الفيلم يوجه الصراع الداخلي في الاسره عن طريق الاب. صح. اللي هو مش مقتنع ان ولده يكون لاعب محترف، بينما الأم هي دائما تحضن طموحات وأحلام الولد أن تدفعه أن يكمل حلمه. هذه قصة بسيطة جدا، ومنها الولد طبعا أيضا في جانب آخر أن الولد ما يتمرد على أبوه ولكن يقاوم. نعم. ولما يقنع أبوه أنه بالفعل هو يستحق أن يكمل حلمه، وفي النهاية الأب نفسه يقتنع بحلم ولده ويمسك بيده يوصله الى ترى هذا اللي شفته هو زراعه قيم الاحترام الوالدين. نعم. التمسك بالحلم والوطنيه فيها. نعم. وطنيه يعني. نعم. فعلا. نعم. هذا الجانب الوطني ان اليوم انت يبالنا حلمك على سالفه حلم الطفل. صح. حلم الطفل ما يكون حلمه داخلي. صحيح. او شخصي. صح. اربط حلمك مع حلم الوطن اكيد عشان ترفع العلم. هذا هو الرسالة الأساسية للفيلم يعني. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. أستاذ هوني، هل حان الوقت لإنشاء جمعية السينمائيين الإماراتيين؟ هذا كان سؤالك. من وجهة نظري كان الوقت حان من عدة سنوات يعني، ممكن من 10 سنوات، لكن ما أدري. دوم بنوهقة بنقول ليش زين. كل سؤال صح شو السبب وخبرنا ليش. لاحظ بالفعل كان في محاولات سابقة لعمل جمعية، ولكن لسبب ما نعرفه ما يعني رفض الموضوع ساعتها وما لقى التشجيع الكافي. واتوقع حاليا يعني نشاط السينما صار اكبر،
ومع الفترة اللي صار فيها مهرجانات وصار فيها مشاركات وأفلام تروح برا وأفلام تعرض تجاريا يعني صار فيه فعلا حركة سينمائية. المفروض يكون في جمعية سينمائية تنظم أمور السينمائيين والاشتغال في هذه المهنة وتجمع السينمائيين مع بعض وتوضع بعض اللوائح والأمور اللي تنظم العمل في هذه المهنة، لأن الموضوع أساس ما يكون الموضوع فوضى يعني. أصبح الموضوع فعلا يعني في إنتاج مستمر وفي أفلام مستمرة على المستوى الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة التجارية، صار كل سنة عندنا 4 أو 5 أفلام موجودة في دور العرض السينمائي، فصارت خلاص صناعة يعني شبه صناعة. نعم. يجب أن تنظم، يجب أن يكون في يعني جهة رسمية حاضنة لهالموضوع، وأتوقع يعني جمعية تأخرت يعني. طيب هل طرحت هذه الأوراق على الطاولة؟ أتوقع طرحت أكثر من مرة يعني، بس لحد الآن الجهود ما اجتمعت عشان يعني تحولها الى واقع ملموس. نعم. نتمنى ان شاء الله يعني الفتره القادمه يكون في شيء جديد ان شاء الله. استاذ عامر، بالنسبه لك هل تحس ان السينما الاماراتيه يتيمه الدعم بالمقارنه بالمسرح؟ شوفي نحن رايك الخاص عبر. السينما عندنا حديثه. نعم. يعني اعتقد نحن بدينا في 2001 و2002 2001 و2002 بدا الانتشار بالسينما عن طريق مهرجان الإمارات السينمائي في المجمع الثقافي أبو ظبي في 2001 و2002. منها بدأ الشباب ينتجوا الأفلام ويعرضونها في المجمع، وتطور الموضوع. أعتقد أن أول فيلم إماراتي أعتقد الأخونا أبو غازي يعني كان أول فيلم إماراتي يعرض في قاعات السينما يعني في 2004. بدأت الأفلام تظهر تدريجيا، ولكن إذا نحن نتكلم عن الدعم أو أن السينما يتيمة، السينما مجالها يختلف عن المسرح. نحن أعتقد نحن عندنا جمعية المسرحيين، عندنا جمعية الكتاب، عندنا جمعية أظن كثير من الجمعيات موجودة، كل التخصصات موجودة ما عدا السينما. أعتقد حان الوقت أن نحن نعلن عن هذه الجمعية، ليس مجرد من أجل التنظيم مثل ما تفضل أخونا، من أجل الدعم وتوصيل الرسالة للمسؤولين. اليوم يعني نتكلم بكل واقعية، اليوم الله يطول بأعمار شيوخنا ما يقصرون. صحيح. شيوخنا ما يقصرون، ولكن وين الجهة اللي توصل هذا الموضوع عند الشيوخ؟ لأن السينما حديثة. صحيح. تعتبر بالنسبة لنا، الناس كانت عايشة في الدراما، عايشة في المسرح من 68 و69 بدأ المسرح في دولة الإمارات. نتكلم 68 و69 أظن بدأوا في رأس الخيمة وفي الأمور هذا. الدراما المحلية بدأت في 71 و 72 أعتقد الدراما. يعني عمر. صحيح. ولكن السينما. صحيح. هي حديثة، والسينما هي الأصعب، أصعب من الدراما، أصعب من المسرح، خلنا نكون واقعيين يعني. نعم. يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى استراتيجية كبيرة جدا حتى من الدولة. طول ما الموضوع فردي يتعلق. نعم. بالجهود فردية. أكيد. ما راح ينظر إليك، لازم يكون في جهود جماعية. نعم. مؤسساتية. جهود جماعية. تكون أنت يعني شيء لك وضع اعتباري تقدر من خلاله تخاطب وتكلم ويكون لك يعني وجود في المجتمع. صوت. أكيد. يكون لك صوت يعني. أكيد. اليوم في كثير من الناس يعني، أنا من الناس اللي كنت أعشق السينما من السبعينات يعني، أتكلم بصراحة من السبعينات ونحن أطفال كنا ندش، لأن شو الشيء الترفيهي اللي كان في دولة الإمارات في السبعينات؟ كان هو أعتقد. صحيح. الحدائق والمجمع السينمات، وكان ما في وايد سينمات أصلاً. الجزيرة كانت في أبو ظبي، كل إمارة 4-5 سينمات. الجزيرة هذا بعدين في أبو ظبي، في أبو ظبي شارع حمدان كانت عندنا 3 سينمات. نعم. في نفس المكان. وفي العين عند الاتصالات. في العين اعتقد الجيمي كانت في الجيمي، السينما الجيمي، واعتقد في السوق شارع خليفه مكشوفه كانت السينما. نعم. مكشوفه في ابو ظبي 3 سينمات تقريبا في نفس المكان، يعني 3 سينمات يعني. هذا المكان الترفيهي الوحيد، الشباب بعد ما يطلعون من الانديه. نعم. تلاقينهم في السينمات موجودين. هذا هذا المكان الوحيد الناس تشاهد فيها الأفلام يعني. أبى أوصل إلى نقطة أن مجال السينما يختلف كليا عن هذا. نحن في السبعينات ثمانينات الناس لما كنا ندش الأفلام، الناس كانت تقول علينا عيب تدشون فيلم
حسين أقول بصراحة يعني صح المجتمع صحيح على المجتمع يعني على فكرة وأغلبية الوطن صح العربي أحس أن كانوا يعني يحسون بهالفكرة حتى يمكننا نلعب رياضة في النادي نقول لهم نروح النادي شو النادي يتحرون كلمة ثقافة نادي ثقافة الرياضة فيها لا هي كلمة النادي يتحرون نادي ملها يعني كنادي وجلسة وصلنا السينمات في الفترة هاي يعني كل إمارة كان فيها سينمتين أو ثلاثة وكلها تقريبا موجهة بالأفلام اللي فيها موجهة يعني جنسيات معينة من جنسيات الأسيوية وأفلامها إيه يعني لا هندية وعربية على فكرة أنتم ما لحقتوا في السبعينات تدشين الفيلم بعشر دراهم تشوفين ثلاث افلام اوكي تشوفين فيلم الامريكي وفيلم العربي وفيلم الهندي احنا بنكمل معكم سوالفنا الحلوه لكن بعد ما نرجع من الفاصل إن شاء الله. عشان الارقاق اي عشان الارقاق مشاهدين تريون بعد هذا الفاصل مع سوالفنا الجميله وضيوفنا الاجمل حياك الله مشاهدين ورجعنا لكم مع ضيوفنا هاني الشيباني مخرج وعامر سالمين المري كاتب ومخرج بنرجع حق أيام السبعينيات وعشر دراهم قلت عشر دراهم صح؟ تذكرت عشر دراهم يعني أي تذكرت عشر دراهم عشر دراهم ثلاث أفلام أوكي فترة السبعينيات يعني نحن نعتبرها يعني يمكن كنا صغار نحن ولكن أيام كانت حلوة لا فيديو ولا قنوات ولا تلفزيونية ولا تلفونات ولا شيء على طاري التلفونات بليب كان ولا بليب ولا بليب بعدين لا بليب بليب في التسعينات ما كان في شيء تليفون عادي هو هذا التليفون على طاري إن ما كانت عندنا تلفونات بخبرت موقف حصل إحنا كنا في المنتخب وتعرفي المنتخب عادة كل فترة نسافر نعم نلعب بطولات وهذا ونتجمع في دبي نتجمع في دبي بعد ما نتمرن على طول نروح السينمات استراند مش عارف وين هذا أواخر السبعينات يوم من أيام تم تحديد السفر فجأة ونحن ردينا أبو ظبي وين ندور عليهم الشباب والسفر بعد يومين يعني يبون يدورون علينا ما لقونا شو سووا راحوا حطوا إعلان على شاشة السينما ونحن قاعدين نطالع فيلم والله العظيم حاطين إعلان إن فلان وفلان نترياكم برا عدباكم يعني تخيل يعني عارفينكم هناك إيه والله يعني حطوا الإعلان إن اتحاد الطائرة وهذا يباكم أرجو الاتصال فلان بالاسم عامر وفلان وفلان وعامر وعبد الله عيسى وثلاث لعيبة كنا نحن حطونا ونحن طالع فيلم تفاجئنا يعرفونكم انتم دوم في السينما لا هم يعرفون اكيد يعني ما لقونا في شو اسمه في النادي وهذا ما قدروا يوصلون اكيد في السينما قال في السينما حطونا هذا تفاجئ هذا من المواقف يعني الحلوة يعني في السبعينيات هذا السبعينيات يعني السينما يعني نحن انتشرت في دولة الإمارات طبعا هذا التاريخ مش اني انا عاشرت يعني اول سينما كانت في الشارجة الانجليز يابوها في 68 في إمارة الشارجة وين مكانها بالضبط والله ما عندي بالضبط وين مكانها ولكن اعتقد كان الحمراء كان اظن مش نفس الحمراء اظن وين المطار القديم 96 اول مطار عندهم القديم كانت هناك السينما وبعدها انتقلت ابو ظبي دبي وبعدها خرفكان والامور مثل هاي انا شفت سينما قديمه في الكويت كانوا يتابعون هم سيايرهم يقعدون هذا لا هذا على فكره كان في دبي في سينما هذا نعم كار وذ كار موف هذه الموضه يابوها من امريكا في 84 انا كنت ادرس في امريكا معظم السينمات في الصيف الناس تدخل بهذا تدخلين سيارتك وتوقفين عند العمود وفي الهيدفون اللي هذا تاخذينه وانت جالسه بالسياره طالعين الفيلم في شيء مثل المكنسه الكهربائيه يدخلونه هذا مثل مكيف اساس يبرد عليك في السياره لان انت بتكون مسكره السياره ساعتين مستحيل بتكون مشغلتنا ويعرض الفيلم
سماعات، كنا سماعات وتشوفين الفيلم على الشاشه. بس حلو احس بعد لك خصوصيتك بسيارتك يالس مصانع. حتى السينما الاوت دور كانت موجوده قبل في الامارات، اكثر كانت اوت دور من هي اوت دور. يعني الحين اصبحت يمكن كم من سينما اوت دور، ولكن قبل كانت لا لا هي اوت دور. ان بدايات السينمات كانت مكشوفه صحيح. يعني تيلسين على نفس هذا بس على الخشب تيلسين وانت جالسه والناس قاعده طالعت من البنايه وهم يطالعون الفيلم. صحيح. اي نعم كذي كان الوضع يعني. ويمر واحد اللي يبيع البيبسي والنخي يعني جدا بدائيه متواضعه يعني. اي نعم جدا. عشان شيء يمكن ما كانت يعني بالنسبه للمراتين وكارك. استاذ هاني واستاذ عامر وايد مستانسين بالحديث وياكم، لكن بنتقل لركن التراث عن زميلتنا عواطف شوي. شو رايك؟ جاهزين؟ عشان ناكل الرقاق. ها؟ ناكل الرقاق. هي عشان تلحقون تاكلون الرقاق. بعد شوي ضيوفي بعد ميون صوبنا ما شاء الله عليكم. ان شاء الله. حديثكم جميل وحب احب الاشياء القديمه، قاعد تكلمون عن ركن التراث. اكيد تحب القديم. عشان كذي ربطنا يعني السينما بالتراث. احنا راح نربطها. اي نعم. يلا ربطوا كل شيء بالتراث. في ممثله عندكم هناك بعد. خالتي مريم. ما شاء الله عليها. محمد. اليوم بتخبرنا محمد عن المدارس على المطوع. قبل. خبرينا يوم كنتي تروحين المدرسة. أول ما كان في مدارس كان كتاتيب يعني يروح يعني عند المطوع. مع المطوع واحد يعني واحد في الشباب يروح مع واحد يعني حتى الأول يوم كان يسافروا أولهم السعودية ويساوروا الكويت ساوروا ما أدري رياي يوم يطرشوا رسائل يروح المسيد يعني لين اللي يعرف يقرأ وهذا يقرأ لهم الرسائل. من كان التعليم اللي يكون دارس أو متعلم على الكتاتيب يعني كل واحد منهم متعلمين بالكويت حد منهم يعني سعودي يعني وياي يعرفوا يعني يقرأوا لها ويصيروا عاد المسايد هذا عشان يقرأ لهم الرسائل جايتنهم من عند أهاليهم من السعودية أو من أي مكان كان. ولكن الأولين كانوا يعني في بعد يتعلموا القرآن مع يحفظ القرآن مع مطاوعة يعني أو مع حرمة أو مع رجل يعني يصير شباب بنات أولاد كله مع بعض يعني يعني للي يختم جزء عمه يعني أهل البنت أو أهل الولد يحطوا فوالة لين يسووا له حفلة عشان ختم جزء عمه يعني حفظ جزء عمه وهذا يشيلوا العيال العلام البنات والأولاد ويروحوا بيت البنت والولد هذا يكون هناك مسوي لهم على الأول أكلاتهم شعبية وهذا يعني الأكلات الأولية يعني هي الهريس والقيمات والساقول ماذا يعني يسوي لهم فول بلالي طول هذا فيلسوا هناك عاد المطوع عاد شال العلم ولا واحد أو بنت اللي هذا شال العلم فهو يعني هذا بعد ما يتفاول وهذا فيقول لهم كلام يعني على أساس إنه أبي أسمع يعني نفس الأهازيج نفس منها الأغنية شيء منها يعني هذا ما نسيته في بس فأنا حافظة واحدة يقول يا راحلين إلى منى بقيادي شوق يعني العيال يقولوا أومين يعني أومن وراء يا راحلين إلى منى بقيادي العيال يقولوا أومين شوقتني يوم الرحيل فؤادي الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى هم يقولوا آمين يعني وأنا لا حجيت ولا بلغت مرادي الناس لبسوا أحرامهم وزينوا سوادهم وأنا لأجل لبسوا بياضهم وأنا لأجلهم لبست السوادي هم يقولوا آمين هذا عاد يوم يحفظ الجزء عمه يوم يحص المصحف كامل يحفظ المصحف كامل ما شاء الله بعد هي هي بعد يسوي ذبيحة عاد يذبحوا لين بيت الأهل يعني يذبحوا لين بنتهم ولا ولدهم إنه حفظ القرآن يعني المصحف كامل فهو حفظ يعني ما انه يعني بس تقرا وكذا يكون حافظ المصحف كامل ما شاء الله فياخذوهم عاد بعد المطوع نفس الشيء ياخذهم شالين العلم ويصيروا يوديهم عند اول كان ما في عاد شجر مع هذا يوديهم يلسوا هناك عاد ونفس الشيء يقول هالاغاني يعني اول ليس الغريب انه غريب الشان واليمن بعد هذا يسووها بعدين يوم يتغدوا بيت حي الولد او البنت بعد يقولوا هذا شو هم يقولوا أمن وراء يعني وهذا كانت أول يعني والبنات غير والأولاد غير كلهم مع بعض مع بعض البنات والأولاد يتعلموا مع بعض يصيروا مع بعض يعني ما في يعني ما يحفظ يضربوا المطوع ولا المطوعة تضربوا بعصا يضربوهم لأن الأهل العيال ما يصير يلعبوا يصيروا هذا يصيروا شو فهم اللي ما حافظ يضربوا بعصا الأول يشلطوهم بعصا ما مثل الحين الأبلة ولا الأم ضربت شوية راحوا يشتكوا عليهم لا ولا ضربوهم حتى الأب ولا الأم تقول له هذا سلمتك ابني أو بنتي ما تصفي منها ولا العين المهم إنك إنه يتعلم يعني
هذا الأولين يعني يسوي أجواء قبل شيء أكيد يعني. كان في يعني أيام حتى أيام رمضان كنت تروحين للمطوع أو كان في مدارس رمضان؟ هي روح حتى في رمضان ما كنت ما أتذكر والله ممكن. لكن أكيد يصيروا يعني المدارس يصيروا يعني يتعلم رمضان ولا ما رمضان عادي أي هي روح في أي وقت يصير الضحى يعني كان أجواءهم حلوة وجميلة حلو هذه الأجواء هذه ما تتذكرين شيء ثاني منها؟ نسيت أنا متذكر ما حي سامع يعني ولد خالي أخالي وهاي علمونا هليس الغريب وما أدري شو معلمينا بس عارفه ننسى يعني مع انشغالنا وهذا ننسى يعني الهازج خلوه مسعيد يمكن هي تعرف عن عن الهازج هذا مال الختم أنا بأي صوبتش الختمة يوم يختموها معني حد لبسوا بعد لبس غير يعني مميز هذا ويذبحوا الذبائح صحيح يعني ويكرموا بعد يعطوا المطوع يعني ذبيحه او شيء خميسيه يعطوهم يوم الخميس المطوعه انت ما جبتي هذا الصحن خميسيه يعني اليوم انت وش جبتي والله امي اليوم ما سوت لي شيء بعد ما تنضرب هي تنضرب يعني تعاقب ليش ما خبرتي امك يمكن هي البنت الام نسيانه او الام مريضه فالبنت لازم تجيب عيش وهذيك بتجيب طحين وهذيك بتجيب خبز وهذيك كل حد يجيب هذا الخميس يوم الخميس لانها ماشي اجار فلوس ماشي هذا الاكل فياخذون له الخميس يسموها الخميسيه هي الخميسيه بس يسموها هي الربع له حد من دون حد يسلم لا الفقير ما عنده يعني فلوس ما عنده ربع هي هذا يعني اي شيء يعني يوم الخميس وهذا الأولين أيام الأسبوع كان اسمها غير ويوم اللي هذا المهم يعني رمضان عادي بعد يختموا القرآن يتموا المهم يخلصوا الجزء عمه أو تبارك هذا المهم يخلصوا لين يخلصوا ويسووا لهم حفلة يسووا لهم حفلة هي وبعد خلاص في أهازيج أغاني يغنوا لهم لا ماشي أغاني هذا اللي بقى اللي تكلمت هم محمد بس ماشي ويباركوا لها الإيران والأهل يعني يباركوا لها مبروكة على عن ختمة ولد بنتش أو ولدش يباركوا لها ويفرحوا حتى اليران يفرحوا في هذا الولد يفرحوا فيه يعني ويوم يكبرون شوي يسافرون يعني برا في بعضهم سافر برا لا ما حد يسافر ما حد يسافر إلا هذا اللي ماشي دراسة برا هذا اللي حفظوا مع القرآن اللي نعرفه إحنا اللي صار الكويت مثلا تعلم الخط كتابة اللي هي بالريشة والحبر بالغرشة ماشي قلم بهذه كتب واحد معنا احنا لا عرفه انا بالريشه يكتب ريال كبير هي يكتب بالريشه وهو اللي يفك الخط يعني ما حد يبدا بها الا غيره هذا يعني يعطيك العافيه خاله يعطيك العافيه يعطيك العافيه على على الرقاق بعد نرجع لكم بنات وعشنا اجواء المدارس قبل واجواء الامتحانات يمكن حتى الحين اللي في بيوتهم المدارس بعد الحين يمكن جو امتحانات فيعطيهم العافية سواء كان كتاتيب أو مدارس هي نفس الأجواء أجواء الامتحانات الله والمدارس الله يعطيك العافية ونحب نسأل ضيوفنا هني عن أيام الكتاتيب اللي حكتوا عليها نعم لا درجة لأنه يقول يقول لحقت على السينما وعلى الدرابة خليني ندخل فيها مري شارك لحقت أنا ما لحقت إنزين شو رأيكم في الأيام يعني فعلا الأيام شوف التعليم الحين كيف اختلف سبحان الله وقبل كيف بس خلنا نتكلم عنها نرجع شوية بما أنهم رجعونا لعالم الكتاتيب خلنا نتكلم عن هاللحظة عن أهلنا يعني كيف كانوا وشي والله أنا بصراحة أحيي الجيل القديم لأن كانوا هم بالفعل مدرسة بدون ما يتعلمون يعني بصراحة حفظهم للقرآن للغة العربية القرآن والتعامل والأمور كثيرة ولكن أيضا نحن ما يعني ما نبي نقول ان الجيل الحالي يختلف ولكن التطورات اللي حصلت الان اختلفت يعني أكيد. مع الواقع مع التطور اللي قاعد يحصل على مستوى العالم لابد ان انت ايضا توقفين هذا التطور على اساس توصلين للمراحل الاعلى يعني على طاري المدارس والامور يعني انا اللي درست او خلينا نقول قريت مقاله يعني بصراحه تخوفت فيها يعني اقول لهالدرجه وصل العلم يقول لك بعد فتره يلغون شيء اسمه المدارس تخيلي يعني بعد فتره المدارس راح تنلغي تدرس في بيتك تدرس بالنظام فلاش اللي عندك هذا الشريحة يزرعونها خلاص يزرعونها كل المعلومات فيها كل المعلومات فيها تصوري يعني انا قريت مقاله على مستوى عالي جدا يعني
يعني قاعد أفكر في يومين أقول معقول نوصل لهالمرحلة؟ تصوري؟ أنا بعد أنا صراحة أغبط يعني أبائنا أقول حق مثل والد الله يعطيه الصحة والعافية طول عمره، يعني مواليد بداية يعني سنة 50، فأقول أنتوا عشتوا كل شيء يعني خلال سنوات عمركم، ها شاهدتوا تغيرات غريبة، المجتمع تغير ما بين الخمسينات الستينات السبعينات، كل 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 عقد كان له طبيعة خاصة ومناخ خاص ومناخ سياسي واقتصادي بالنسبة للدولة يعني. فالتغيرات على المستوى الاجتماعي بعدين في السبعينات والثمانينات، التطور التكنولوجي اللي صار، وهم ماشيين معاه ماشيين معاه وعاشوا كل العصور، وقادرين لحد الآن أنهم في هالمرحلة أيضا مع التطور التكنولوجي مع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، هو أيضا قادرين أنه يعني فيعني حياة ثرية فعلا، ممكن ما عشناها لكن هم فعلا عاشوها، ويقدرون يحسون بقيمة يعني النعمة اللي احنا فيها، الوقت اللي احنا عايشينه، لأنه عاشوا في فترات صعبة. ونفس ما نشوف عين مسلسل الطواش العرش، هاي يشوف الوالد يشوف يقول فعلا كنا عايشين، يعني ممكن حد يستغرب يقول شو الديكور عشان شي تشوفهم معنا الوطنية فعلا مع أهالينا مزروع بقوة، وتشوفهم يوم يحثوننا احنا على أي شيء. وأكبر مثال طبعا أمهات الشهداء، يعني تشوفهم فعلا لأنهم معانا وشافوا كيف شافوا الدولة كيف كانت أصلا، كيف مسيرة الحياة اللي استمرت فيها دولة. تخيل أنت لما تشوفين يقول لك احنا كنا تي ساكنين في عرش في خيام، يعني شيء جدا بدائي يعني. نعم. وتخيلي يعني عاشوا عقب فترة التطور الشهداء، ويعني التطور اللي صار والنعمة الحمد لله والخير اللي صار في البلد، فيعني عارفين قيمته، عارفين يقدرون يقدرون قيمة النعمة اللي احنا فيها حاليا. الحمد لله. الحمد لله. استاذ هاني، اول فيلم اماراتي روائي طويل محلي هو فيلم حلم عام 2005، خبرنا اكثر عنه، خلنا نشوفه قبل عقبها نعلق عليه. وانت ما تغيرت علي، صار لك كم ليلة وانت انت بعدك تعبت ها؟ مت. كيف وصلتي هنا؟ بقيت عدل كوابيس تروح ترجع، طالع الصحراء، صحراء وايد عودة نفس المنظر ما يتغير. مرة واحد قال إن اللي في الماي ما يعرف اتساع المحيط، ما في إلا نمشي ونروح نروح. سليمان وينه؟ خير شوية من نفخ مرقات تشوفه؟ هو من فوق يطالعنا صغار وايد، الله على منظر جناحه من غير ما يحركه، صار لفترة يحوم حوالينا في هالمكان. ماي غدير غدير غدير، الماي 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 غدير غدير ماي الماي. انا حصلت، انا اول واحد حصلت فيكم. الله الماي الماي غدير الماي الماي. هذا الفيلم أنتجته في 2005 الحلم، خبرنا أكثر عنه قصته. بس للمصداقية هو أنا قلت عنه أن أول فيلم مراتي في 2004،
بس هو على أساس أنه أول فيلم يعرض في دور السينما التجارية بشكل الحالي. نعم. بس للمصداقية وللتاريخ في فيلم اسمه عابر سبيل للمخرج الله يعطيه الصحة والعافية علي العبدول والمنتج سهيل العبدول، هذه الأساتذتنا. هذا الفيلم كان في سنة 88، سبق الفيلم ب16 سنة تقريبا. عرفت بعدين أنه عرض تجاريا. أنا شفت لما شفته كنت صغير في المدرسة هايت الأيام، وكان يعني الفيلم هو الإلهام اللي خلاني أفكر في أني يعني أنا أبغي أكون مخرج وأدخل عالم السينما وأقدر. فشفته بس كان في المكتبة العامة في عروض عام مفتوحة، بس قيل لي بعدين أنه لا عرض تجاريا حتى في السينمات، يا بول بروجيكتر وكذا عرض. ف يعني انا اعتذر اني انا روجت لفيلمي على اساس انه اول فيلم، بس كان في فيلم اخر. نعم. هو الاول، هو يجب ان يعني تاريخيا يكون هو الاول. وبعد 16 سنه كانت هذه التجربه اللي هي كانت حلم. نعم. بعد مسافه طويله يعني سنين. بعد فتره طويله هي على اساس شيء يمكن يمكن نسى الفيلم هذاك، يمكن هاي نسى وما وحتى كاعلام لما نتكلم عن الفيلم ما تطرق لفيلم عابر سبيل. نعم. نهائيا من قريب وبعيد، على اساس انه هو اول فيلم يعني على اساس ما تطرق له، ما تطرق له يعني. هو الفيلم عابر سبيل، نعم هو اول فيلم او عمل اماراتي، ولكن شو اللي خلاه ان الناس ما تسوقه انه كفيلم سينمائي؟ اولا اتعمل بنظام الفيديو، يعني نكون واقعيين شويه، يعني ما تحول يعني اتعمل بنظام فيديو، لان فورمات السينما تختلف عن فورمات الفيديو. نعم. هذا معروفه يعني فورمات السينما تختلف. والنقطه الثانيه انا ما ادري اذا هو عرض في قاعات السينما ام لا. لا هو انا قيل لي ان استاجروا قاعه سينما، بس انا اللي عارفه انه ما عرض في قاعه السينما، ما عرض، لأن نظام الفورمات الفيديو كانت تختلف في الثمانينات عن نظام البكرات. نظام البكرة الريل اللي يسمونه الريل هذا أغلى شيء. أنا لا يعني أستاذ سهيل العبدول نفسه قال لي إحنا استأجرنا سينما بروجكتر سينما ويبنى بروجكتر وعرضناه. اوكي بروجكتر يعني مش يعني ما تحول لسينما. ها ما تحول ان حلم، لا كان تحول في الهند الى سينما ونعرض يعني كبكرات. هذه الفروقات اللي خلت الناس يقول مين الاول عن الثاني. يعني انا بالنسبه لي كمخرج ككاتب كمنتج وكمطلع عن السينما الاماراتيه، انا ما شاهدت الفيلم في قاعه السينما لان فورماته مش فورمات سينمائيه، فورمات فيديو. هذا القصد منه يعني. بالعكس يعني نحن صح فرحنا ان اول عمل اماراتي على مستوى تقريبا يعني متكامل، خلينا نقول انه متكامل يعني العمل، انه فعلا هو سينما بس يعني مصداقية للتاريخ، بس انه يعني ما ينكر يعني ما ينكر العمل هذاك انه كان هو اول عمل وسمى انه عمل سينمائي. نعم. اعتقد نشروا على اساس انه هو. نعم. عمل سينمائي. هي. استاذ عمر بوجهة نظرك منو الاهم لنجاح عمل ما؟ المخرج، القصة، الممثلين، منو الأهم؟ منو عفوا كيف؟ منو الأهم بوجهة نظرك لنجاح العمل أو الفيلم؟ القصة أكثر أو الممثلين أو كأخراج؟ نعم شوفي يعني خلنا نكون صادقين بالموضوع هذا، هناك عدة عوامل إذا توافقت ممكن يكون عمل جميل. يعني مستحيل المخرج راح يشتغل بدون الكاتب. أنت تحتاجين الكاتب الجيد، تحتاجين المخرج الجيد اللي يحول هذه الرواية إلى سينما. نعم. وتحتاجين أيضا ممثلين على مستوى عالي، الكل يكمل بعض. تأكدي أي نجاح عمل سينمائي هو عمل متكامل، ولكن نحن ما نخفي أن المخرج هو النوخذة. المخرج. نعم. هو النوخذة اللي يخرج كل شيء من كل شيء من كل حد من كل شيء. أنا بس أنا اختار النص الجيد يعني. صحيح. ممكن يسمع المؤلف ويعدل في النص. أنا بس حبيت يعني أستغل هذا الفرصة، يعني طالما البرنامج مدتها ساعة ونص هذا وايد يعني بصراحة، ولكن حلو إنه واحد يدخل في العمق في العمق المهنة. اليوم في ناس كثير مو بعارفه مهام المخرج السينمائي. انا اتكلم عن مخرج سينمائي. نعم. ما اتكلم عن مخرجين اخرين، انا اتكلم عن المخرج السينمائي. المخرج السينمائي يتدخل بكل تفاصيل العمل. يعني في بعض الاحيان اي كاتب سيناريو او كاتب عمل، نعم هو كاتب العمل لانه هو كتب العمل، ولكن تاكدي
في بعض الأحيان المخرج يسمع الكاتب، هو اللي يعطيه الطريقة، يعطيه الشكل اللي هو يبغاه. يعني المخرجين في بعض الأحيان يتدخلون بالموضوع هذا، يتدخل مع الموسيقار، مع المؤلف الموسيقار، يقول له أنا أبى التيون هذا، أبى الشكل كذي، أبى الطابع بهذا الطريقة. طيب كيف يتعامل مع الوجوه الجديدة من الممثلين؟ وجوه جديدة ولا الممثلين؟ الممثلين الجديد، يعني الوجوه الجديدة الممثلين كممثلين. كممثل جديد يعني على الشاشة، كيف يتعامل المخرج معه؟ المخرج له دور كبير جدا. اليوم هناك مخرجين يعرفون كيف يتعاملون مع نجوم جدد، وهذا يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى جهد من المخرج نفسه، لأن الممثل الجديد يعني هو يسلم نفسه للمخرج، يعني من الزيرو. المخرج هو اللي راح يخرج من هذا الممثل كإبداع، يعني هو اللي يطلع منه الإبداع، وبالتالي المخرج له دور كبير جدا. وهو اللي يوافق على ظهوره في اللقطات ورياكشن وجهه، يعني اذا ما اعطى الممثل، اذا ما اعطى المخرج الرياكشن الصح، يقول له تم عيد لين ما يعني. تجربتنا الاخيره اللي احنا اشتغلنا عليها مخرج، كان كل الممثلين اول مره كان. انا خبرت نقطه، شفتي المشهد مال عاشق عموري الدعايه؟ نعم. شفتي الثلاثه اللي طلعوا من المحل الرياضه؟ تدرين المشهد هذا في الفيلم مدته 20 ثانية. نعم. لو اقول لك ان هذا المشهد تم تصويره تقريبا 35 تيك، يعني نعم. نحن بدينا فيه الظهر وخلصنا قبل اذان المغرب. نعم. تخيلي مشهد بس الخروج هذا. طبعا المخرج يتدخل، المخرج يعيد المشهد. صحيح. المخرج هو كل في الكل. نعم. في كل العوامل. يعني في بعض الأحيان الناس تفتكر والله تعال هذا ممثل أبدع، لا هو أبدع عن طريق المخرج. عن طريق المخرج صحيح. يعني أستاذ عامر وأستاذ هاني، بنكمل وياكم حوارنا عقب الروح، عقب ما نروح لهذا الفاصل السريع ونبدأ إن شاء الله. خلكم ويانا. كنا مشاهدينا ورجعنا بسوالفنا مع ضيوفنا. ما تشوفكم تقهويتوا ولا شيء؟ بالعكس يعني خذوا راحتكم تقهووا مره، قهوينا وشربنا الشاي ديكور. الله يعطيكم العافيه. استاذ هاني، خلينا نتكلم عن افتقار دوله الامارات لاكاديميات ومعاهد سينمائيه. فعلا في نقص كبير في المجال، يعني في كليات التعليم الاعلام والتطبيقات الاعلاميه كتخصص سينمائي، لكن كسينما وانعملت فتره اكاديميه نيويورك، بس كانت تكاليفها وايد عاليه اظن، يمكن ما نجحت وايد. بس احنا فعلا في الامارات نحتاج نغذي تخصصات غير الاخراج، الصناعه مو بس اخراج، الصناعه السينمائيه تخصصات كثيره يجب ان تكون كلها متوفره ومتغذيه وموجودين يعني فنيين. احنا لما مشكله لما نصنع افلامنا نضطر نستعين بجنسيات اخرى في تخصصات مختلفه على اساس تقدم عملك، لكن حابين أن يكون هالأكاديميات تطلع فنيين من مختلف التخصصات يغذون الصناعة السينمائية اللي هي الناشئة الحين، واللي هي إن شاء الله بتكبر مستقبلا. تحتاج أن يكون في تخصصات أخرى وناس ملمين بهذه الأمور وقادرين أنهم يغطون المجالات هذه. نعم. كيف تتعاملون مع النقد إن وجد لأعمالكم؟ هل تتقبلون بصدر رحب ولا تضايجون ولا تعتبرون نقد بناء؟ بالعكس، النقد يعني دائما الواحد يعني شو مثل ما يقولون، اذا في نقد بناء لمصلحه الفيلم والشخص بالعكس واحد يتقبله، لانه هو الحافز اللي يخلي المخرج او اي فنان انه يقدم مستوى اعلى. نعم. هذا ولكن لازلنا نحن على مستوى قطاع السينما لازلنا ما وصل النقد الاحترافي الصحيح. نعم. أو العلم الصحيح. نعم. بنقد الأفلام. نعم. النقد البناء أنا أتكلم فيه يعني. بالنسبة لك أستاذ هاني، أي شخص حتى أنتم كإعلاميين يعني طالما أنتم خلاص أندر إكسبوجر، خلاص تحت الأضواء، تقدمون أعمال للناس تعملون كذا، فمعرضين للنقد والآراء المختلفة والناس. صحيح. مختلفة في آرائها، في تطلعاتها، في استقبالها للأمور، فأنت لازم تتوقع هالشيء. أنت يعني شريحة كبيرة ومتوقع هالشيء، بس يبين النقد اللي هو يعني ينم عن حب، عن رغبة في التطوير.
وفي نقد اللي هو يعني شخص كاره او شخص تجريح يعني تجميل للشخص. فهذا واضح وهذا واضح. صحيح اكيد. الله يعطيكم العافيه، سوالفكم حلوه وقعدتكم معنا حلوه، لكن اخذتنا عواطف ترياكم هناك في ركن الترال. استاذ هاني واستاذ عمر تفضل. حياكم الله. الله يحييك ان شاء الله. انا ذاك الله يحفظك. حياكم الله ومره ثانيه نمسيكم بالخير ونبارك لكم بالشهر. اسعد الله مساكم. من خلال حديثكم اليوم تفضل. خلال حديثكم وعليكم السلام مع البنات احنا اكتشفنا ان انتم تحبون جانب التراث وايد، يعني تهتمون بالجانب التراثي بشكل عام باعمالكم. تعتبر نفسك استاذ عامر وبعد استاذ هاني سفراء للفن الاماراتي، يعني لازم توصل هذا الجانب اللي هو الجانب التراثي. نعم. من الامارات من خلال افلامك من خلال الاعمال اللي تسويها. نعم، الجانب التراثي جانب مهم جدا لانه صحيح. هو يعكس الصوره الحقيقيه لدولتنا. صحيح. ونحن في مجال السينما دائما نربط الجانب هذا في سينمتنا، يعني ان القصه لازم تكون من واقع او من موروث اماراتي. شفنا هالشيء بعد شق عموري موروث الاماراتي، وعلشان هذا انه يعني بدليل ان فيلمنا سار جنه للمخرج سعيد سالمين وانا كنت منتج فيه، هذا الفيلم حقق العديد من الجوائز وشارك في المهرجانات الدوليه. صحيح. ليش؟ لان فيها الجانب الطبيعي لدوله الامارات، جانب التراثي، العادات والتقاليد موجوده في الفيلم، وبالتالي السينما ايضا سلاح وهي اللي ممكن تخدم وتوصل الصوره الحقيقيه للبلد على مستوى العالمي. صحيح. بالعكس التراث جدا مهم، وهذا احد الادوار المهمه للسينما انها تنقل الصوره الحقيقيه للمجتمع بدل الصور المغلوطه او او المكرره. هي فالسينما هي اللي تنقل، خاصه اذا كانت من صنع اهل البلد يعني البلد، فهم عارفين حياتهم مجتمعهم انسانياتهم ثقافتهم بشكل جيد، وهم اللي اقدر على توصيلها بشكل جيد اساس توصل حقيقه البلد وجمالياته للعالم. شو الاشياء اللي تحسونها مهمه؟ يعني عادي تجيب ممثل كذي من شخص عادي انه يمثل، لانه يمثل اصلا الشعب، شخص خاصه الكبار بالعمر، الاشخاص اللي عندهم يعني عاشوا هذيك الفتره، ممكن تيبه وتدربه يصير ممثل يعني. ما يمنع، او انه يمنع شخص عادي، لان مرات المكياج وايد ما يخدم الدور. ما يمنع ابدا، بالعكس ساعات انت للبحث عن المصداقيه تحتاج انك انت تجيب ناس حقيقيين بعض الاعمال على حسب طبيعه العمل، حتى لو احتاجوا الى تدريب، حتى لو احتاجوا كذا تبذل الجهد معاهم، ولكن في النهايه الناتج النهائي يطلع فيه مصداقيه اكثر. فما يمنع ابدا انك انت اذا احتجت انه يكون في شخص ما له علاقه بالتمثيل وانت شفت فيه انه قاعد يعبر عن شخصيه معينه عندك في احد الاعمال، ممكن هي طبع يعني ما احنا عندنا هني مواهب. خالوم محمد تمثل، انا كنت هذا مساء فيلم رايح الجنه. الله عليك. اي انا هي ما شاء الله عليها هي ساير الجنه. كنتي انا في اي انا المؤثره الصوت، انا خلف الكواليس، انا اللي كنت هذا انا هي المفاجاه. وفي في فيلم ثاني بعد بالجزيره الحمراء راس الخيام بعد صورت، وكان في وحده ميته عندها متمريضه وما ادري شو، وكنت انا ادور بس والله نسيت نجمه شيء يعني بس نسيته. انا شفت مره عرضوه في طائره الامارات وانا مسافره المانيا. شفت اي فيلم شفتي؟ سير الجنه؟ لا سير الجنه ما، بس انا تفاجات في يوم عرض بالفجيره هنا جايه بروحي وشفت هذا مكتوب رايح الجنه، عرفت اني انا فيه. لا بالعكس، واحلى بس واختفى عن هاي اسمه هذا المخرج اسمه سعيد سالمين، ما اعرف اخوي ترى هو هذا. نعم. ما اعرف، حاولت اتواصل معه بس ما عرفت كيف اتواصل معه. بالعكس يعني نحن لنا الشرف، وانتي انتي طالما فتحتي موضوع التراث ما ادري اذا شفت الفيلم، يعني الصوت الجده والصوت الغنى اللي انت تغنينه هذا من موروث الامارات، وهذا كله من عندي انا. احنا ودنا انه يوصل برا، ان الناس تعرف بالعكس هذا التراث اكثر. هذا من عندي انا الكلمات، وبعد هو طرش لي كلمات قديمه. نعم. وقال لي لحنيها يعني بصوتك، هم يوني للبيت ما شاء الله زين، وبعدين انا لحنت لي الصوت بصوتي، ومن هم يعطاني صوت للحين عندنا كل شيء عندي مختلف فيه. يعني بعدين طرشت لي على الواتساب يعني يعني اقول لك يعني هذه فرصه طيبه يعني بصراحه. شفت التراث، انت تقولين التراث مش بعيد عن السينما. صحيح. هذا دليل هي. يعني مش بعيد. وعلى فكره انا قاعد ادور الحين وحده عندها الخبره في التراث، عندي فيلم رعب فيلم رعب اماراتي زين، وفي وحده بين السكيك
تلف وتغني بعد ما حطيت الكلمات اللي تعرف الخوف والأمور هذه تساعدينا بعد زين. خبرني عن الفيلم أكثر. حلو أفلام الرعب وقليل إنتاجها. نحمال ما تعب لا تعطينا معلومات حس بس إنه شيء. نحن أنا عندي فيلم جديد إن شاء الله فيلم هو فيلم رعب وفيلم غموض وكوميدي. جميل. نعم يتكلم عن هذا إن شاء الله بس بعد ما حددنا حتى اسم الفيلم. وخلصنا تصويره العيد نترياه ولا نحن في مرحله المونتاج وان شاء الله راح يعرض في اكتوبر او نوفمبر ان شاء الله بعد فيلمنا عندنا فيلم اخر استاذ بعد تخبرنا عن جديد خلك شنب طبعا فيلم مشترك بالانتاج انا واخوي هاني واخونا علي المرزوقي خلك شنب ونتوقع انه راح يعرض ان شاء الله في السمر يعني في العيد عيد الاضحى عيد الاضحى ان شاء الله قاعدين نحاول ان يعني ما بنسال استاذ هاني عن جديده وجديدكم هو هذا هو جديده اسالي عنه عن خبرنا معلومات ثانيه هو ما قالها هو خليك شنب مشروع نتاج اشتراك ثلاث منتجين اللي هم انا واستاذ عامر واستاذ علي اسم الفيلم هيب شركه جديده اسمها غفشه الانتاج السينمائي غفشه فيلمز هدفه ان تعمل افلام ترفيهيه بمستوى عالي موجهه للجمهور الاماراتي لعمل علاقه بينه وبين الجمهور الاماراتي بينه وبين دور العرض والافلام الاماراتيه نخلق العلاقه هذه ان يكون افلام ترفيهيه للعائله الاماراتيه فاخترنا هالمشروع اللي هو خلك شنب كباكوره الانتاج واتفقنا على اساس اني انا اتولى اخراجه كاول انتاج الشركه وخلصنا تصوير الحمد لله واعتمدنا فيه على عدد من الوجوه الجديده هي وجوه جديده يمثلون بسالك عن يمثلون في السينما لاول مره ولكن يعني هم تقدرين تقولين عنهم شبه مشاهير يعني نجوم السوشيال ميديا نجوم السوشيال ميديا ولكن عندهم طاقات يعني جميله جدا بالتمثيل عبرت عنها الـ يعني الاشياء اللي يقدمونها عبر السوشيال ميديا فحبينا ان يعني نستقطبهم ونستغل هذه المواهب وتقديمها من خلال عمل سينمائي وكانت التجربه ولو حاليا احنا في مراحل ما بعد الانتاج وان شاء الله يعني نقدم عمل جيد ان شاء الله قريب ان شاء الله قريب ان شاء الله في عندكم اي شيء اماراتي بحت شيء فكره حتى لو مش ضروري فيلم انه شيء يخص التراث الاماراتي شيء تبون توصلونه لبرا انه حتى لو افلام قصيره افلام تعرف الاشياء اللي تعرض بالاعياد الوطنيه على طاري ان نوصل افلامنا خارجيا انا انتز يعني حتى لو على مستوى الخليج انتز هذه الفرصه انت عارفه اذا سمعتي عن مهرجان العين السينمائي طبعا نحن انشانا مهرجان جديد لاول مره يعقد في مدينه العين هي. قبل تقريبا اسبوعين خلصناه لله الحمد هذا ايضا من ضمن الافكار اللي عندنا ولله الحمد لاقى المهرجان نجاح كبير جدا واهداف المهرجان ايضا ان نحن ناخذ وننقل الصوره الحقيقيه لدوله الامارات عن طريق السينما والافلام ونعرضها في دول مختلفه يعني المهرجان ليس في مكان واحد ولكن ناخذ الافلام المميزه اللي تمثل شكل ودور وتراث الإمارات نأخذها خارجياً في أوروبا ونأخذها على مستوى آسيا ولله الحمد عملنا اتفاقية مع مهرجان نيو دلهي السينمائي الدولي أن أفلام إماراتية تعرض في الهند على هامش المهرجان وهذا مكسب كبير جداً وقاعدين شغالين أيضاً مع الدول الأخرى يعطيكم العافية وعساكم على القوة ونتمنى لكم التوفيق سفراء الفن الإماراتي أكيد يعطيكم العافية ونحن نرجع للبنات ونرجع لفوالة من ركن التراث لأن وصلنا تقريبا لنهاية برنامجنا نشكركم نورتوا استديو وفوالة واستديو تلفزيون لفجيرة الله يعطيك العافية عواطف الله يعطيهم العافية خالاتي وشكرا لضيوفنا اليوم المتميزين سوالفكم الجميلة أستاذ هاني الشيباني مخرج وعامر سالمين المري كاتب ومخرج فعلا سعداء اليوم استانسنا بسوالفكم الجميلة وإبداعاتكم نورتونا أستاذ عامر وأستاذ مشكورين مشكورين يعطيكم العافيه الله يحفظكم مشاهدينا وصلنا للختام اتمنى ان شاء الله حلقه اليوم نالت رضاكم نشوفكم باكر ان شاء الله بنفس التوقيت تريونا باكر في نفس الموعد وان شاء الله بتكونوا ويانا ضيوف جداد ان شاء الله وفوالتنا بتكون غير في امان الله الله يحفظك حبيبي